a yellowish hue, so be careful about how much you put in. And you put it on your entire body and just hang out a little bit till it dries. And if you have oily skin, then maybe use like skim milk and like low-fat yogurt or no-fat yogurt. I think it's almost dry. So the idea of it is to scrub it off of that. You see? So it literally like exfoliates. And then you shower and you get rid of whatever excess is on your hand. And you see the difference? Now this is a scalp. طبعاً تدرون أن أغلب الهنديات يستخدمون يعني أهم ماسك عندهم الكركم، والجميلة بريانكا تستخدم الكركم دائماً في كل ماسكاتها، وأنا أعشقه أموت فيه. هذا ما عليكم جالسة تسوي الحين ماسك الشعر، بس بسوي معاكم الكركم للبشرة. المرة اللي راحت سويت معاكم الكركم حق الحبوب والتصبغات وزي كذا، هذه المرة للخطوط، لتخفيف الخطوط وتشد البشرة، مرة ممتاز. فإيش الأشياء اللي نحتاجها؟ اللي هو البيض والكركم. يلا راح نستخدم أول شيء بياض البيض، خيالي الماسك، خيالي. وزيت جوز الهند تقريبا ملعقة بهذه الطريقة، وبنحط اللي هو الكركم. طبعا أنا هذه الكمية مسويتها تقريبا الأربع أشخاص فمكثرة، إذا لك أنت بس ملعقة وهذه ملعقة عشان تلصق على الوجه وتقدرين تمدينها. يلا بعدها راح أخذ الكركم وبحط لي تقريبا ملعقة من الماسك والكركم وأبدأ أخلطها بهذا الشكل. طبعا بما أن فيها بيض اللي هو بياض البيض ومعروف أصلا للتجاعيد والخطوط وشد البشرة، مرة ممتاز. فأنتي بيصير كذا قوامة، أول ما تحطينه راح ينشف على بشرتك، يعني بس تاخذينه وتمسحينه على البشرة كامل بتبدين تحسين البشرة بدأت تشد، يعني مو نفس الماسكات اللي لما تحطينها تلصق على البشرة، عرفتي؟ كذا بيكون القوام. وبس تدهنينها على البشرة وتخلينها، وبعدها تغسلينها، خرافي، مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين يكفي. للتصبغات أول شيء كركم، للهالات لشد البشرة خرافي، ترطيب البشرة بما أنه فيه زيت جوز الهند فكل المكونات اللي فيه خرافية. ماسك ياخذ العقل، أول شيء يجنن للي بشرتها فيها حبوب معرضة لحب الشباب أو اللي بشرتها كذا تحسها مرهقة، خيالي خيالي خيالي. أول شيء راح نستخدم فيه الماتشا، هالمرة ما راح نشربها، بنسوي لنا ماسك الماتشا. طيب أنا بسوي لشخصين فبزيد الكمية، تمام. أول شيء بحط ماسكة، بعدها العشق اللي ما أستغني عنه بكل الماسكات، كركم، شيء بسيط بحطه في الكركم، تمام. وبعدها راح استخدم التيتري اللي هو زيت شجرة الشاي، بحط منه بس تقريبا 3 نقط لأنه مرة قوي، تمام. وآخر شيء بحط اللي هو الزبادي، بحط الزبادي. وتتأكدين كل الأشياء تناسب بشرتك، ما في شيء بشرتك تتحسس منه أو تتهيج منه، ممكن تضيفين عسل إذا تبغين، بس أنا لأني حاطة تيتري خلاص أحس المكونات هذه تكفي. تستخدمينها تحطين نص ساعة على بشرتك وبعدها تغسلينها، بس لما تجين تشيلينها عشان ما يصبى تستخدمين ميك اب ريموفر، رائع جدا 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 جدا. بكتب لكم كل مكون لإيش يستخدم وإيش فوائد الماسك، سواء الماتشا ولا الكركم ولا التيتري، كذا بيكون قوامه مرة سهل وسلس. وأحلى شيء لما ينشف سوي له زي السكراب عشان يشيل الجلد الميت. ماسك مرة حلو اللي هو حق الزعفران والكركم، لازم كركم أنا في الموضوع، بصدق أصلا كل الماسكات اللي مرة حلوة فيها كركم. بكتب لكم كل واحد ايش فايدته. باخذ شوي من الزعفران، طبعا زعفران هذا، طيب شيء بسيط. وبعدها بحط شوي كركم، وقلت لكم دائما الكركم
تشيلينا بميك اب ريموفر مو بصابون، وبحط الزبادي. يعني اسهل من كذا ما في. هذه كمية اليوم لي بس انا لحالي، فتكفيني. بعدها اسوي له ميكس. تبغين تضيفين معاه تي 3 اويل، بس تحطين اضرب واحدة لانه قوي مرة الماسك اساسا، فالنقطة تكفي. وتحطينه على كل البشرة، تستنين عليه ربع ساعة نص ساعة، خيالي. وبكتب لكم كل فوائد الأشياء اللي موجودة هنا.